مشاهدي الايام 24 اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الامسيه الفنيه مع هامش فعاليات مهرجان مراكش الدولي للفيلم اللي كنستضيفوا لكم من خلالها المخرج المتالق يوسف بريطال. يوسف مساء الخير. مساء الخير. غادي نسولوا الفنان ديالنا يوسف والمخرج ديالنا يوسف بريطال على فيلم المسيره الخضراء، كيف جات الفكره ديال الفيلم اللي غادي يتعرض بعد قليل؟ فيلم المسيره الخضراء والفكره كتعتبر فكره ديال المغاربه كاملين، اي واحد اي مخرج كنظن عنده فكره انه يدير فيلم على المسيره الخضراء، وهذا الحدث التاريخي كيخصو افلام ماشي غير فيلم واحد. فانا فاش كانت عندي الفكره، اصدقاء اخرين كانت عندهم فكره، والنهار اللي تلاقيت مع المنتجين واصدقاء ديالي عثمان بن زكور ومهدي بن الحاج فقررنا اننا نديروا هذا الفيلم. صورنا واحد شريط قصير قسم المسيره الخضراء، اقسم بالله العلي العظيم ان ابقى وفيا لروح المسيره الخضراء. ففاش فهمت، فاش كبرت وفهمت المعنى ديال هذا القسم، لقيت بانني كمخرج كسينياست خاصني ندير فيلم على هذا. فاجتمعنا وقررنا وبانتوراج برودكسيون بقينا كنفكروا كيفاش يمكن نديروا فيلم اللي يليق بهذا الحدث. فسنين سنين ديال لا بريباراسيون، والحمد لله استطعنا اننا نديروا هذاك الفيلم. واخا سي يوسف، شنو يمكن لك تقول لنا على المهرجان ديال مراكش الدولي في الدوره ديالو 15؟ مهرجان مراكش الدولي هو مهرجان اليوم كيفرض نفسه في الساحة الفنية والسينمائية. ونقولوا غير اليوم أن رئيس لجنة التحكيم هو فرانسيس فورد كوبولا، باش كاع اللي كيعرفوا السينما في العالم يفهموا مدى القيمة ديال هذا المهرجان. هذا المهرجان جاي في هذه الأيام اللي العالم كامل كيشهد شكل إرهاب، لبنان، تونس، باريس، الولايات المتحدة. فالمسيرة الخضراء في هذا المهرجان اليوم فهي داكتواليتي، خاصنا مسيرات بزاف خضر في العالم اليوم باش نبينوا بان المغرب راه بلد السلام وبلد الحب وبلد السينما، وعاشت السينما وعاشت مراكش. سي يوسف، كيفاش دازت عندك سنه 2015؟ الحمد لله سنه 2015 دازت سنه حافله بالانجازات. قمنا بالفيلم المسيره الخضراء، سليناه في نفس السنه الحمد لله. هو دابا في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش دوره 15 سنه. فلحد الان الحمد لله سنه 2015 غادي تبقى راسخه في الذاكره ديالي، لا انا ولا العائله ديالي، لحقاش سنه غادي تكون ان شاء الله مميزه. واخا كتفصلنا غير دقائق قليله على العرض ديال الفيلم ديالك، شنو هو الاحاسيس اللي كتحس بهم دابا؟ بطبيعه الحال كاين شويه ديال الخلعه، كاين شويه ديال تعرض الفيلم في مهرجان بحال مراكش، وغادي تعرضوا امام محترفين، امام فنانين، امام اصدقاء، امام اجنبيين. فولا بد كيكون واحد شويه ديال لو تراك، مي الحمد لله حنا فيلم كنتمنى انه يعجبهم، ونتمنى انه فاش يخرج في القاعات السينمائيه يعجب ايضا الجمهور المغربي. كنتمنى كل التوفيق. سي يوسف، كلمه للجمهور ايام 24. ايام 24 متبعوه انا بزاف، تنقراه وتنشوفه، فكنتمنى الجمهور ديال ايام 24 يمشي يشوف المسيره الخضراء، وكنتمنى له باش 2015 تكون بالنسبه ليه كيف ما كانت بالنسبه لفريق العمل ديال المسيره الخضراء سنه حافله بالانجازات. وتبارك الله عليكم. نتمنى لك كل التوفيق وشكرا لك سي يوسف. بارك الله فيك سيدي. شكرا. شكرا لك.